Hello everyone, this is Chef Nao with you all the way from Norway. In the following series, I will present you with restaurant grade recipes you can use in your own home. هو مليء في الفيتامينات، هو رائع لمرضى السكر وارتفاع ضغط الدم، بعالج الإمساك لأنه مليء في الألياف، وأيضا مغذي للشعر. هذه هي الحبة تبعته، موجود في محلات تبعت العطارة، هو متوفر بكثرة، هو خالي من الجلوتين. 1 كوب من الدخن، بنحرك جيد حتى يتحمص، تحريك لازم باستمرار، تحريك حتى يتغير لونه، لازم تحريك باستمرار. 2.5 كوب ماء ساخن، يعني كل كوب من حبوب الدخن 2.5 كوب ماء ساخن، وهذا 0.5 كوب، صار 2.5 كوب. نوضع الخضار، خضار طازجة أو مجمدة من الفريز اختياري، ملح، قليل من الملح، قليل من فلفل الأسمر. عند الغليان نخفض الحرارة على أدنى شيء، أقل شيء الحرارة بنوضعها، وبنوضع الغطاء وبننتظر 25 دقيقة. هذه الخضار أنا جبتها مفرزة هيك، بعد 25 دقيقة تصبح جاهزة. بنطفي الحرارة، بنغلق الحرارة بعد 25 دقيقة عند الغليان، 25 دقيقة بنحسب، نخفض الحرارة أقل شيء، وهيك بعد 25 دقيقة أصبحت جاهزة. هي كتير كتير روعة. هيك نغلق الحرارة ونتركها جانبا قليل، يعني 10 دقائق، وهيك بنسكب وأصبحت جاهزة للتقديم. اقرأ عنها كتير، اقرأ عنها، هي إلها كتير، عدة أسماء إلها، البشنة وإيلان. أتمنى أن أنتوا تبحثوا عنها وتقرأوا عنها، لأنه هي كتير روعة ومفيدة. ممكن نوضع عليها صلصة بندورة، شو بدكم توضعوا عليها؟ دائما لازم نستشير الطبيب اللي عنده مشاكل صحية أو بتدخل على حاله طعام جديد أو بياخد علاجات، يجب استشارة الطبيب. في أمان الله، انتظرونا بوصفة جديدة. أتمنى الاشتراك بالقناة، إذا أعجبكم الفيديو تعملوا لايك. مع السلامة.